اسمع معي وقل وردد، فبأي حديث بعده يؤمنون؟ في الصحيحين وغيرهما عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قلنا يا رسول الله، هل نرى ربنا يوم القيامة؟ هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال: هل تضارون في رؤية الشمس والقمر إذا كانت صحوا؟ قلنا: لا. قال: فإنكم لا تضارون في رؤية ربكم يومئذ إلا كما تضارون في رؤيتهما. ثم قال: ينادي منادي في ذلك اليوم، في ذلك اليوم العظيم، قال: ينادي منادي ليذهب كل قوم إلى ما كانوا يعبدون، فيذهب أصحاب الصليب مع صليبهم، وأصحاب الأوثان مع أوثانهم، وأصحاب كل آلهة مع آلهتهم، حتى يبقى من كان يعبد الله من بر أو فاجر وغبرات من أهل الكتاب. ثم يؤتى بجهنم تعرض كأنها سراب، فيقال لليهود: ما كنتم تعبدون؟ قالوا: كنا نعبد عزيرا ابن الله. فيقال: كذبتم، لم يكن لله صاحبة ولا ولد، فماذا تريدون من هول ذلك اليوم وطوله وشدة حرارته؟ فيقول: فماذا تريدون؟ فيقولون: نريد أن تسقينا، نريد أن تسقينا. فيقال: اشربوا، فيتساقطون في جهنم. ثم يقال للنصارى: ما كنتم تعبدون؟ فيقولون: كنا نعبد المسيح ابن الله. فيقال: كذبتم، لم يكن لله صاحبة ولا ولد، فماذا تريدون؟ فيقولون: نريد أن تسقينا. فيقال: اشربوا، فيتساقطون في النار، حتى يبقى من كان يعبد الله من بر أو فاجر. فيقال لهم: ما يحبسكم وقد ذهب الناس؟ فيقولون: فارقناهم ونحن أحوج منا إليه اليوم، وإنا سمعنا مناديا ينادي، وإنا سمعنا مناديا ينادي ليلحق كل قوم بما كانوا يعبدون، وإنا ننتظر ربنا، إنا سمعنا مناديا ينادي ليلحق كل قوم بما كانوا يعبدون، وإنا ننتظر ربنا. قال: فيأتيهم الجبار، فيأتيهم الجبار في صورة غير صورته التي رأوه فيها أول مرة، فيقول: أنا ربكم. فيقولون: أنت ربنا. فلا يكلمه إلا الأنبياء. فيقول: هل بينكم وبين ربكم آية تعرفونه؟ فيقولون: الساق. فيكشف الجبار عن ساقه، فيكشف الجبار عن ساقه، فيسجد له كل مؤمن، ويبقى من كان يسجد لله رياء وسمعة، فيذهب كيما يسجد، فيعود ظهره طبقا واحدا مصداق قوله تعالى: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. فذرني ومن يكذب بهذا الحديث، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، وأملي لهم، إن كيدي متين. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ثم يؤتى بالجسر فيجعل بين ظهري جهنم. قلنا: يا رسول الله، وما الجسر؟ قال: مدحضة مزلة، أي تزل فيه الأقدام ولا تستقر، عليه خطاطيف وكلاليب، جمع كلوب، وهي حديدة معطوفة الرأس، وحسكة مفلطحة، شوكة صلبة من حديد، لها شوكة عقيفة ملوية تكون بنجد يقال لها السعدان، نبت له شوك عظيم، يمر المؤمن عليها كالطرف وكالبر وكالريح وكأجاويد الخيل والركاب. فناج مسلم وناج مخدوش ومكدوس في نار جهنم على وجهه، حتى يمر آخرهم يسحب إلى الجنة سحبا. فما أنتم بأشد لي مناشدة في الحق، قد تبين لكم من المؤمن يومئذ للجبار،
فإذا رأوا أنهم قد نجوا في إخوانهم يقولون ربنا، الناجون يقولون ربنا، إخواننا الذين كانوا يصلون معنا ويصومون معنا ويعملون معنا، فيقول الله تعالى اذهبوا فمن وجدتم، اذهبوا إلى النار، اذهبوا فمن وجدتم في قلبه مثقال دينار من إيمان فأخرجوه، ويحرم الله صورهم على النار فيأتونهم وبعضهم قد غاب في النار إلى قدمه وإلى أصرف ساقيه، فيخرجون من عرفوا ثم يعودون فيقول لهم اذهبوا فمن وجدتم في قلبه مثقال نصف دينار من إيمان فأخرجوه، فيخرجون من عرفوا ثم يعودون فيقول اذهبوا فمن وجدتم في قلبه مثقال ذرة من إيمان، اذهبوا فمن وجدتم في قلبه مثقال ذرة من إيمان فأخرجوه، فيخرجون من عرفوا. قال أبو سعيد فإن لم تصدقوني فاقرأوا، إن الله لا يظلم الناس شيئا، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. قال صلى الله عليه وسلم فيشفع النبيون والملائكة والمؤمنون، فيقول الجبار بقيت شفاعتي، فيقول الجبار بقيت شفاعتي، فيقبض قبضة من النار فيخرج أقواما قد امتحشوا أي احترقوا، فيلقون في نهر بأفواه الجنة يقال له ماء الحياة، فينبتون في حافتيه كما تنبت الحبة في حميل السيل، قد رأيتموها إلى جانب الصخرة وإلى جانب الشجرة، فما كان إلى الشمس منها كان أخضر، وما كان منها إلى الظل كان أبيض، فيخرجون كأنهم اللؤلؤ، فيجعل في رقابهم الخواتيم، فيدخلون الجنة فيقول أهل الجنة هؤلاء عتقاء الرحمن، هؤلاء عتقاء الرحمن أدخلهم الجنة بغير عمل عملوه ولا خير قدموه، فيقال لهم ما رأيتم في الجنة ومثله معه لكم، فيقال لهم ما رأيتم ومثله معه. وفي لفظ آخر للحديث من حديث أبي هريرة قال حتى إذا فرق الله من القضاء بين عباده وأراد أن يخرج من النار من أراد أن يخرج ممن كان يشهد أن لا إله إلا الله، أمر الملائكة أن يخرجوهم فيعرفونهم بعلامة آثار السجود، قال فيعرفونهم بعلامة آثار السجود، وحرم الله على النار أن تأكل من ابن آدم أثر السجود، فيخرجونهم قد امتحشوا يعني احترقوا، فيصب عليهم ماء يقال له ماء الحياة، فينبتون نبات الحبة في حميل السيل، ويبقى رجل مقبل بوجهه على النار، فيقول يا ربي قد قبشني أي آذاني ريحها، وأحرقني ذكاؤها يعني ذهبها، فأصرف وجهي عن النار، فأصرف وجهي عن النار، فلا يزال يدعو الله، فيقول الله له لعلك إن أعطيتك أن تسألني غيره، فيقول لا وعزتك لا أسألك غيره، فيصرف وجهه عن النار، ثم يقول بعد ذلك يا ربي قربني إلى باب الجنة، قربني إلى باب الجنة، فيقول أليس قد زعمت ألا تسألني غيره، وإلك يا ابن آدم ما أغدرك، فلا يزال يدعو، فيقول العلي إن أعطيتك ذلك تسألني غيره، فيقول لا وعزتك لا أسألك غيره، فيعطي الله ما شاء من عهود ومواثيق ألا يسأله غيره، فيقربه إلى باب الجنة، فإذا رأى ما فيها سكت ما شاء الله أن يسكت، ثم يقول ربي أدخلني الجنة، ثم يقول ربي أدخلني الجنة، ثم يقول أوليس
أوليس قد زعمت ألا تسألني غيره؟ ويلك يا ابن آدم ما أقدرك. فيقول يا ربي لا تجعلني أشقى خلقك، فيقول يا ربي لا تجعلني أشقى خلقك، فلا يزال يدعوه حتى يضحك الله، فلا يزال يدعو حتى يضحك الله. وربي لن نعدم خيرا من رب يضحك، فإذا ضحك منه أذن له بالدخول فيها، فإذا دخل فيها قيل تمنى من كذا فيتمنى، ثم يقال له تمنى من كذا فيتمنى، حتى تنقطع به الأماني، فيقول الله له هذا لك ومثله معه. قال أبو هريرة وذلك الرجل آخر أهل الجنة دخولا، فاستعدوا عباد الله للقاء ربكم، فاستعدوا عباد الله للقاء ربكم، وأحسنوا ظنكم به، وأحسنوا ظنكم به، فإنه عند حسن ظن العبد به. أحسنوا ظنكم بربكم، فإنه عند حسن ظن عبده به. ومن حسن ظن العبد بربه حسن العمل، ومن حسن الظن أيضا التوبة الصادقة وشكر النعم. عباد الله اتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه، اتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه. وبشر المؤمنين يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور، وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام، تحيتهم يوم يلقونه سلام، وأعد لهم أجرا كريما. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم، قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله، قل بفضل الله وبرحمته، قل بفضل الله وبرحمته، فبذلك فليفرحوا، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، هو خير مما يجمعون. يا من يحار الفهم في قدرتك وتطلب النفس حما طاعتك، تخفي عن الكون جميل طلعتك وكل ما في الكون من صنعتك. اللهم بيض يوم العرض وجوهنا وثقل موازيننا وكن على الصراط أنيسنا. اللهم إنا نسألك توبة صادقة، اللهم إنا نسألك توبة صادقة قبل الممات يا رب الأرض والسماوات. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، ارحم ضعفنا وتقصيرنا وجهلنا وإسرافنا في أمرنا، لا تؤاخذنا بالتقصير، واعف عنا الكثير وتقبل منا اليسير، إنك يا مولانا نعم المولى ونعم النصير. اغفر لوالدينا ووالدي والدينا ولكل من له حق علينا، اغفر لموتانا وموتى المسلمين، اللهم اغفر لموتانا وموتى المسلمين، اللهم اغفر لموتانا وموتى المسلمين يا رب العالمين. يا أمل التائبين ويا رجاء المذنبين ويا أمان الخائفين ويا ناصر المظلومين ويا قاسم الجبارين، لا تحرمنا فضلك يا رب العالمين، أنت الغني ونحن الفقراء، أنت الغني ونحن الفقراء، وأنت العزيز ونحن الأذلاء، وأنت القوي ونحن الضعفاء. آمنا في أوطاننا، أصلح أئمتنا ولاة أمورنا، انصر إخواننا في العراق وفي فلسطين والشيشان وأفغانستان وفي كل مكان يا رب العالمين، انصر من نصرهم واخذل من خذلهم، قوي عزائمهم واربط على قلوبهم وأفرغ عليهم صبرا وثبت الأقدام،
فك أسرانا وأسراهم يا رب الأنام. اللهم عليك بكفرة أهل الكتاب الذين يصدون عن سبيله ويقاتلون أولياءك. اللهم اشدد وطأتك عليهم، اللهم اشدد وطأتك عليهم، اللهم اشدد وطأتك عليهم. اللهم لا ترفع لهم راية ولا تحقق لهم في بلاد المسلمين غاية، وأخرجهم منها أذلة صريحة.